السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله ما فيديو هذه تلقى خواتاتي كامله مهنين. وقبل ما نبدا نفتي يعني جو ميكسكوز، سمحوا لي على فيديو تاع البارح اللي كان الصوت رديء جدا، وصدقوني بيسك انا ما فاكين يعني ندير هذا النوع من الفيديوهات، نقصر معكم كلي زعما راني نقصر مع حبيبتي ومن بعد اوب نبعثها وانتهينا ما نعاودش يعني نسمعها. ومن بعد كي قعدت اماما كملت شغلي وكامل رحت نسمعها نلقى الصوت كاتاستروف، اون ديغي كنت في قاع البير نهضر معاكم. ومن بعد كي بديت نقرا في التعليقات لقيت باللي يعني الاغلبيه الكبيره يعني ما قدروش يفهموا الكلام اللي كنت نقول فيه، دوماج. بورتون كان يعني السوجي يعني فريمون تري انتريسون، كان السوجي بزاف يعني مهم، واللي غادتني يعني واحد العجوزه كانت حابه تسمعني يعني عروستها تحكي وما قدرتش تلمس السمع ديالها ضعيف، الوغ وعدتها باللي يعني نعاود بون ما حاش نعاود بالتفصيل كيما البارح، مي يعني باختصار نقول يعني يعني لهاد البركه اللي راهي تسمع فينا والاخوات اللي ما قدروش يستفادوا البارح، انه كان يعني على المهيبه وعلى يعني الموضوع على عاداتنا وتقاليدنا اللي يلفو با يعني نتخلاو عليهم. بزاف اخوات عجبوني يعني عويتقات وكملوا قرايتهم وكانوا يحوسوا سي كوا المهيبه واش لازم نديروا في المهيبه. حكيت يعني على حوايج اللي ما نكونوش كومام شعب ما عندوش ثقافه، كاين بزاف اللي نحاو براتيكمون تقدروا تقولوا 100% عاداتنا وتقاليدنا. اللي حكيت البارح على يعني دوزان الحمام اللي كانت تديروا العروسه، وكان يعني فايده دوزان حمام كان فيها غطا الفاليزه وكانت التفريشه، ومن بعد هذيك التفريشه واش نديروا لها؟ نديروا لها يعني طريشنات سري بتاعتها كدايا بالبرودي باش ام بعد هذيك تولي اون ناب. كانت البنيقه العروسه جامي تروح يعني الحمام بلا بنيقه، يعني الفوطه بالخواخي الله الله، يعني كانوا بزاف حاجات حلوين يعني مهما يعني مهما تطورنا ومهما يعني كما قال اخر تقدمنا يعني اصلك اصلك. كاين حوايج وهضرنا تاني كهضرت على البنات يعني ننصح فيهم على اللي كانت طفله درك هذيك تجي ما هدي لها ضغط على بغودغي تقول لها واش هذا تاع البرودي انا راح نشري كوفغولي، وتروح تشري هذاك الكوفغولي اللي تشريه بالكوا والغلا وهو راهو كاع عقيق معمر بالعقاش والدونتيل والبغيون. اون بعد سي فري كو سي بو او ديبي كي تشوفيه شباب، اون بعد غسله زوج يولي شيفونه. واش تجيكم من حاجه بالعقاش الفراش ما نديرولوش العقاش يعني العقاش ايماجيني سيوت تيماجيني وكيفاش كينغسل كيفاش يولي. باغ كونط خدوات يعني دغا تاع الميتيس اللي مخدوم بالبرودي غيشيليو ولا لي زابليك ولا المسلول ولا بشبيكه ولا يعني ميم بالكروشي. كان الميتيس زمان، الميتيس زمان وماشي زمان برك، مازال دور كيما كاين يعجبوني ناس المديه الى يومنا العروسه ما تخرجش بلا الدغا تاع البرودي، ماشي تروح تشري كوفغولي ب 3 ملايين ومن بعد تحطو ويعجبكم الحال يتباعو كاع بلونكاسي والبلوناج هذاك، هي تحطو يتعمر بلا بوسيغ كي تجي تغسلو كلي حكمتي هذوك الزوج ملايين و 500 ولا هذوك 3 ملايين وحطيتيهم في الباسينه تاع الماء. يعني شوفوا كيفاش دي فوا كي نتخلاو على عاداتنا وتقاليدنا. الوغ كنت نتمنى هاد الطفله اللي تقول لا ماما نو انا ما نديش الضغط على بغودغي، شوفي هي بنتي قبل يزيد النص في الفراش. المهم يعني هدرت يعني البارح على يعني بزاف حوايج، يعني عندنا بزاف عادات شابين يزم وليداتنا يعرفوهم بناتنا يعرفوهم باش بركه كيما حنا نقولوا يا اخي. و السوجي برينسيبال يعني كان السوجي المهم في الحكايه على المهيبه. المهيبه اللي قلت لكم هي هبه، هي هديه كي الطفله مع الاول تنشاف بيان سور ويكون القبول تاع العائلتين بهذا الزواج، ومن بعد يعربنوها بكاش خويتم ولا من تماك تبدا يعني الطفله هذه اللي خطبناها يولي عندها حق معنا في عيد الصغير، عندها حق في حلوتنا وفي الهديه، وفي العيد الكبير عندها يعني المرصو تاعها تاع اللحم. اكتب يعني كل واحد ويدير على مقدوره. مي كانت يعني العروسه تتقيم بواحد الطريقه كما يقولوا ناس زمان انا غنيه ونحب الهديه. كانت هذيك العروسه هذه المهيبه كانت كيش يقولوا يتسبوا باش العائلات تتعارف بلوس وباش تكون محبه وموده بين العائلتين. كاين بزاف ناس يعني نحاو حرقوا كاع هاد لي زيتاب. بتاتخ كاين اللي يتفهم من هاد الامور اني الام نسمع لبنتي تقول لي لا انا خليني من هاد الحوايج سي دي مودي نو
نفهم بنتي بليك هادو عاداتنا وتقاليدنا، ونفهم لوليدي بلي عيب هادو عادات وتقاليد ورثناهم من اجدادنا زمان ما نتخلاوش عليهم. غير ولا كانوا يعني اهل الطفله يقول لك انتم ما عندكمش، ولا سي با لا بان ما ديرونجيوش روحهم، هذا تكون احسان من الطرف ديالهم، هذه قضيه واحده اخرى. اما انني باغ اكزومبل بنتي تجي تتزوج، نجي نديرها الدغرا تاع البرودي الله الله بالغيشوليو الله الله يزيد النصف هذاك الفرش، تقولي لا لا انا شي لي كوفغولي، وهذاك الكوفغولي نحط فيه قسمه ندير 3 دغا، ومن بعد تيكا لا فان قوجا من هو الفاليزه هذيك ديالو تخلع، ومن باك هو والو غيان يعني ما يضاينش. على بالكم بلي الدار تاع البرودي العروسه تقعد حتى تكبر ويولو عندها احفادها وهي تفرش فيه، ما يحول ما يزول، اغسل والبس. يعني حاجه يعني الحاجه القديمه enfin قديمه كوا، انا بور ما عندها تاع البرودي جامي تروح لا مود ديالو، باسكو سي بو، تختلف لي موديل كامله مي سي بو، صنعت اليدين ديجا القيمه ديالو برك مخدوم باليد، يعني مخدوم بلا ماشين اللي نخدموها برجلينا ويدينا، ديجا هاد الشيء جامي يفقد القيمه ديالو. الوغ يعني هادو من الحوايج نحب بناتنا يسمعوهم. هذا هو بالنسبه للموضوع تاع البارح اللي هضرت فيه، وهضرت يعني جبت يعني شويه منا شويه منا. المهم هذا يعني البركه تاعنا اللي كانت حابه تسمعني البارح وما سمعتنيش، نقولها سمحي لي يا يما، الله غالب من داك بسك علاش نقصر معكم هكذا وخلاص، انا ما نعاودش نسمع واش كنش نحكي. اما اليوم ان شاء الله تانيك راح نحكي لكم واحد الحكايه قريتها في التعليقات من عند واحد المشتركه، دايوغ جي ايبانغلي لو ميساج تاعها، هي حبيبتنا ونور عينينا ام ايوب. هذه المشتركه اللي دائما تتحفنا بكلامها الطيب، يعني امبوسيبل لو ميساج تاعها يجوز ان ابيرسو، ما نقدروش نقراو التعليق تاعها ونجوز عليه مرور الكرام، دائما تخلي حكمه كلام طيب، شو سبحان الله العظيم. يعني هي من المشتركات، نحبكم كامله والله صدقوني عزاز عليا كامله، مي كاين مشتركات مخلين بصمه يعني بكلامهم الطيب حنان فيدال ما كاش يعني سبحان الله امبوسيبل واحد ما يقدرش يدعي لهم دعوه الخير. شوفوا الحكايه اللي حكاتها لنا حبيبتنا ام ايوب، يعني عجبتها وشاركتها معنا، انا قريتها وبتات تكون اقليه قرات، كاين مشتركات يتبعوها هي بالخصوص بس كلامها طيب وتجيب لنا واحد الكلام ونس يشجع. علاش يقول لك في الدين باش يقوى ايمانك وباش تقدري يعني توقفي تكوني صنديده في الدنيا لازم تختاري الصحبه الطيبه. الصحبه الطيبه تلعب دور كبير خواتاتي، علاه؟ بس كي تضعفي تلقاي شكون يطبطب عليك، كي تكوني حزينه كي تجيب تتخرحات غلطي تلقاي اللي يقول لك نو ستوب حبسي. هذا سوجي ان شاء الله نحكيو عليه، على الصحبه الطيبه وكيفاش نختاروا الناس اللي دايرين بينا وما نعاشروش المنواله. كما يقولوا الناس زمان تخلط روحك مع النخالة ينقبك الجاج، وسا ديبون مع من الدور. المهم انا دوك كون نقعد نبدا نحكي ما نخلصش لا فيديو تجي فيها ساعة. الوغ حبيبتنا ام ايوب حكات على واحد الغزالة اللي كانت بالحمل وراحت باش تولد، وخيرت مضرب بعيد على طرف واحد الواد، اما لا هي بدات يعني باش تولد، وهي السما غيمت، شافت السما لقات غيمت الحاله، بدا الرعد البرق، مالتك هذاك البرق شعلت هذيك الغابه بالنار. هي خزرت على يمينها شافت هذيك الغابه شعلت بالنار، زادت شافت منا لقات واحد الصياد يقانص فيها، يعني نبسط لكم في الحكايه على كل حال، وداير السهم مجهوليها باش يصيدها. دارت من الجهه اللي ملهيت لقات واحد الاسد سبع خلاص حبي يعني ياكلها يستنى باش يصيدها، يعني شفت روحها على طرف الواد، منا الصياد منا النار منا هذاك السبع اللي حبي ياكلها، لقات روحها محاصره من كل مضرب، يعني الموت لا محال. واش قدرت دير هذيك الغزاله مسكينه؟ إبا خيرت انها تلتهب الولاده ديالها، باسكو هذا الشيء اللي تقدر ديرو. وين تهرب؟ تهرب للنار ولا تهرب من جهه يعني، ولا سلكت منا ما تسلكش منا، يعني نموت لا محال. الوغ واش دارت هذيك الغزاله؟ ديسيدات باش تلتهب الولاده ديالها، وبدات تولد وهي مسلمه امرها لله. ومن بعد
هذاك البرق عمى هذاك الصياد اوليو يعني اوليو السهم يجي فيها جاف سبع مات، وهذيك يعني الشتا يعني اللي كانت تطيح من السما نحات يعني طفات النار اللي في الغابة، وبهكذا الغزالة ديالنا سلكت. الوغ شوفوا المغزى حبيباتي من هاد الحكاية البسيطة لي انا كي قريتها عيطت لبنتي، قلت لها يا بنتي تسمعي، يعني هذه طريقة مختصرة للكلام اللي دايما نقوله ونعاوده كيما نهضر لبنتي يعني نهضر معاكم، اننا لا ملجأ ولا منجا حبالك غير ربي سبحانه. دي فوا يتخلطوا بينا خيوطنا، مشاكل تجي من راجل ومن الدرية ودي فوا من الدار اللي ما كاشو. علاش ما صارت لكمش انه دي فوا خلاص البيبان كاع يتقفلوا، وين دوري تلقيها مغلوقة باك يضيق بك حالك وتنباك ايه الشيطان وش نقول لكم، يلقى رايو بتوسويس ويزيد يغمك، ان الشيطان يعيدكم الفقر. الشيطان هنا يغتنم الفرصة في لي مومون دو فيبلاس تاعنا. الوغ شوفوا الغزالة واش دارت، التهات بالشي اللي تقدر عليه. إبا هذا درس بسيط، أننا كي يدوروا بينا حوالنا نديروا الشي اللي نقدروا عليه، والباقي نخلوه على الله، نتهاو بالحاجة اللي في يدنا والباقي على الله. وباك تشوفوا يعني هذه نوع من أنواع هذه طرش الترجمة لكلمة الصبر. هذا هو الصبر، صبر انك تستني وديري مثلا هذيك اللي عندها مشاكل كبار، ومن بعد تنوض صباح طيب اللقمه تاع وليداتها وقلبها واجي لله، ومن بعد تشوف كيفاش ربي سبحانه بشويه بشويه يدلها طريق في هذا الضيق. يعني قصه مختصره، يعني نقدروا نختصروا بها كلام كبير وطويل وعريض باش يلحق له ميساج، هو الاستسلام. يعني ومده مثال، يعني ربي يبارك فيك يا حبيبتي يا أم أيوب على كلامك الطيب، وعلى على بالكم دي فوا كلمة دي فوا قصة كيما هذه تكوني خلاص المغال يتكركر في الأرض، تسمعيها يتحلو عينيك وتحسي بالأمل، أنه الأمل في الله سبحانه وتعالى، وربي لا تخفاه خافية. يعني والله عيطت تسويت البنتي حكيتها لها، ودرك راني عاودتها لكم. هذه يعني راهي أخت من المشتركات لي في القناة اللي حكات هذه الحكايه وانا عاودتها لكم. الوغ هذا هو، صدقوني كي نلقى هكذا يعني تكاتف ونلقى يعني تساند مع يعني الاخوات متساندين بالكلام الطيب في القناه، ما تقدروش تنجموش يعني الدرجه تاع الفرحه ديالي. نحس بني قناتي راهي جسر تاع خير، ربي ان شاء الله يعطيكم منكم، وما تنساوش يعني تاني كاين معانا مشتركه تاني عزيزه بزاف اللي اسمها القسنطينيه الحره، اللي كانت تانيك حاضرة دائما بكلامها الطيب، راهي عندها مشاكل وراهي تطلب الدعاء، يعني ندعو لها كاملة يعني ربي يدير لها طريق في المضيق، وربي يفرج عليها ان شاء الله ويفرج عليكم كاملة وربي يفرحكم كاملة. ندعي لكم وتدعوا لي ان شاء الله. وهذه هي بالنسبة يعني الفيديو تاع اليوم، جات طويلة، وإلى ان شاء الله قصرة واحدة أخرى في موضوع واحد آخر. ونقول لكم كاملة حبيباتي دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.